الفريق ايش جائزة افضل فريق الجمهور المثالي. الجمهور المثالي في هذه البطولة الجمهور الذي امتع وتألق طيلة هذه البطولة الجمهور المثالي في هذه البطولة جمهور تارتد واستلمها الكابتن عبد الله الزواردي. الله يديك العافية. يديك العافية الاستاذ احمد الموسى كان جزائي حقيقة. شكرا للاستاذ احمد الموسى. شكرا استاذ احمد يا موسى عمل كبير جدا. نشكر هذا الرجل ايضا اسعد العلاف للامانة كرم الجميع كل من شارك في هذه البطولة. الاستاذ اسعد العلاف حقيقة قدم جوائز عديدة جدا واضح جدا. الاستاذ سامي الثبيتي كافضل رئيس في هذه البطولة. افضل مدرب في البطولة مدرب العميد اللاعب الثاني المختار من فريق الطموح محمد القثامي الحارس عيد العسلمي وجائزة أيضا مقدمة لنواف نظرا للمستويات المميزة التي قدمها هذا اللاعب استاهل أيضا. الأستاذ عبد اللطيف الألماني يعطي بطل هذه البطولة ساعتين مجانا للعب في ملعب الاحتراف. شكرا للأستاذ عبد اللطيف حق هذه البطولة. جميل جدا جعفر تضع الحروف أو تضع النقاط على الحروف حينما تتحدث عن عبد العزيز العروسي أحد أعمدة مدربي أحياء فرق أحياء مكة المكرمة. الرجل يستحق كل الإشادة يستحق كل الاحترام والتقدير. الرجل المناسب وضع في المكان المناسب معاذ فقيه وحسان وعبد العزيز الحربي محمد حريري إبراهيم السيكا محمد الخزاعي وبدر الغاندي والأسماء المتواجدة على رأس الهرم كما سبق وذكرت. رامي خضري كل الشكر والتقدير لهذا الفريق الذي خسر لقب البطولة ولكن كسب احترام الجماهير واحترام اللجنة المنظمة. هادلك من الأعماق لفريق الخالدية الفريق الذي كان نت قوي ومنافس في هذه البطولة. هارد لك للاعبي فريق الخالدية والإداري فريق الخالدية جعفر المدني فريق الخالدية قدم أمتع أبدع فريق الخالدية الأول كيف الثاني كيف كذا أسعد 3000 جائزة مالية مقدمة حقيقة لصاحب المركز الثاني فريق الخالدية ومبلغ مالي مقداره 3000 ريال. شكرا للأستاذ أسعد العلاف. شكرا شكرا حقيقة على هذا العمل الكبير جدا زميلي عبد القادر أسعد العلاف. لو كنت قبل الأخير إن لم يكن مركزي في الصف الأول أمام ما عاد تفرق معي إن كنت قبل الأخير. هذا لسان حال أبناء الطموح هذا لسان حال كيان الطموح هذا لسان حال جماهير الطموح التي توافدت وحضرت في هذه الليلة. ألف مبروك من الأعماق لأبناء الطموح ألف مبروك من الأعماق لكافة لاعبي ومنسوبي فريق الطموح الفريق الذي قدم صورة مميزة جدا الحصان الأسود في بطولة العلاف الرياضية الرابعة فريق قدم كل شيء مميز وبالتالي الفريق الذي دائما ما يمتع في كل مباراة يستحق أن يتوج بلقب كل البطولات التي يشارك فيها ويقدم مستوى مميز. ألف مبروك يا سامي الثبيتي ألف مبروك يا عبد العزيز يا عروسي ألف مبروك لكل منسوبي فريق الطموح بطلا لبطولة العلاف الرياضية الرابعة فريق الطموح الفريق المميز بأداء داخل أرضية الملعب يتأخر ثم يعود وهذا السيناريو اللي كان حاضر في اللقاء الختامي لهذه البطولة. اليوم سامي الثبيتي قدم أشياء مميزة جدا حقيقة يشكر على هذا التنظيم ويشكر على هذه الأمور الإيجابية الكثيرة جدا التي قدموها أبناء الطموح ومنسوبي فريق الطموح في هذه الليلة الختامية لبطولة العلاف. في الختام كل الشكر لكل الجماهير التي حضرت وتواجدت كل الشكر لكافة العاملين في على لجنة بطولة العلاف المركز الأول المركز الأول كأس